أجئتنا بخبر قاتل ولدنا؟ هو ذاك يا ابنه أيها الملك. أنا أسمعك أقول هكذا على الملأ وأمام الحرس. وما يمنعك عن ذلك؟ لا أستطيع أن أبوح باسم الفاعل أمامهم فينقلوه عني ويكون الأمر بعدها وبالا علي. وإذا يقترب الملك مني فأخبره همسا. سأحميك إن كان من رجالي. لا أقبل بحماية أحد. أنت ملك عبس ولست ملكا علي. لا أظنك ترغب في أن تعلم. انتظر.